السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. أول ظهور لصفاء حبيركو بعد وضع مولودها الثالث، إليكم التفاصيل. نشرت الفنانة المغربية صفاء حبيركو أول صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام رفقة مولودها الجديد غالي. وظهرت صفاء حبيركو في صورة استثنائية جمعتها بتوأمها نيل ونيليا وزوجها وابنهما الغالي الذي رزقت به مساء الثلاثاء بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء. وعلقت صفاء حبيركو على الصورة قائلة: عائلتنا بأكملها، لقد تأثرت كثيرا، ليس لدي كلمات لوصف هذه اللحظة، حبيبي غالي وأنا بخير. وهنأ عدد من الفنانين والفنانات صفاء حبيركو، وأولهم الفنانة المغربية دنيا بطمة والممثلة المغربية رجوى السهلي والفنان نعمان بالعياشي وآخرون. فالحمد لله على سلامتها والف مبروك عليها. كيف ما سمعتوا بلي صفاء ولدات وليات وسماتو غالي، الله يخليه ليها ويكبروا في عزها ان شاء الله، وتشوفوا كيف ما بغات، لا هو لوليدات جميع المسلمين يا ربي. واللي كيتسنى هاد الفرحه الله يفرحوا ويرزقوا الذريه الصالحه، والله يسهل على اي واحد في اي حاجه كيتمناها. فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.